تم اليوم انعقاد اول لقاء او اول ندوه في هذه الجمعيه هذه اللي عندها واحد الاهداف اللي بغينا ان شاء الله نحققوها، من بينها مناهضه العنف اللي كتعرض له المراه والطفل والرجل، كذلك مناهضه جميع نوع التمييز العنصري اللي كيتعرضوا ليه، محاربه الاتجار في البشر، مرافعه ومواكبه جميع الحالات اللي كتعاني من مشاكل في جميع لدى جميع المؤسسات العموميه او المحاكم او شبه العموميه. اليوم كان اللقاء الأول أو الندوة الأولى كتنصب حول الخطبة والطلاق والزواج والتعدد في ظل القانون المسطرة المغربية، في ظل قانون مدونة الأسرة. هاد الندوة هادي وهاد اللقاء هادي اللي تم العقد بمجموعة من السادة المحامين والسادة العدول، وتم مناقشة مجموعة من النصوص التشريعية في ظل قانون مدونة الأسرة اللي كنتمنوا أنه من خلال صوت العدالة اللي الطفل والمرأة تحقق هذه الأهداف هذه وتطبق الصالح العام. اليوم بدينا بسلسلة لقاءات حقوق المرأة والطفل في مدونة الأسرة، يعني كتنظمها جمعية صوت العدالة للمرأة والطفل بمناسبة عيد العرش المجيد، واللي طرقنا من خلالها لعقود الزواج والزواج المختلط والزواج بشتى أنواعه والتعدد والعمل القضائي، وتكلمنا على المساطر القانونية والإجراءات اللي كتكون من أجل الزواج في جميع الأنواع ديالو، واللي طرقنا إلى يعني الإشكالات المطروحة والوثائق المطلوبة وكيفاش كتتم المساطر القبلية والبعدية من أجل الزواج، وهذا في إطار يعني هذه المرحلة وهذه الفترة الصيفية اللي كتعرف طلب أكثر ومتزايد على الزواج والتعرف على المساطر القانونية في إطار مدونة الأسرة.